قال العم صالح العجيري إن عام 2018 هي الهدامة الرابعة التي تشهدها الكويت. وتحدث العم العجيري في تصوير فيديو مع خبير الأرصاد الجوية خالد الجمعان معتبرا أن الاستعدادات خففت من أثار الهدامة قائلا إنها مرت بخير. مع الدكتور صالح العجيري وبنتكلم إذا كانت 2018 سنة هدامة ولا لا. دكتور 2018 بأبطارها وكمياتها الكبيرة تعتبر هدامة ولا لا؟ تعتبر هدامة. الهدامات اللي أنا لحقت عليها في عمري ما شاء الله، هدامة الأولى سنة 34، والهدامة الثانية سنة 54، والهدامة الثالثة سنة 97، وهذه ما شاء الله الهدامة الرابعة. يعني بس دكتور ما في شيء انهدم؟ ما في انهدم، لأنه في المسؤولين استعدوا لمثل هذه الطوارئ التي تحدث. الحمد لله، فهي هدامة رابعة بس عدت على خير، صح دكتور؟ هذا فضل ربي، الحمد لله.